المنافس. احنا كلنا متفقين ان رياده الاعمال ليها اهميه استراتيجيه في كل بلاد العالم وفي مصر، في التنميه الاقتصاديه وفي التسويق وفي الابتكار. ولو حد تشوفوا اي حد تشوفوا بص حوالينه وشاف ايه المنظر العالم النهارده، فهو مختلف تماما عن ما كان عليه من 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه. والاختلاف ده كله من رواد اعمال. بس خلي بالك العالم برضه بعد 40 سنه و30 سنه و20 سنه و10 سنين هيبقى تاني مختلف تماما. واحنا لسه محتاجين تاني استثمار اكثر ومحتاجين رياده اعمال اكثر. وطبعا احنا عارفين ان في تحديات كثيره قوي لرياده الاعمال في مصر وفي كل بلاد العالم. ربطهم بالوقود وربطهم بالتمويل وربطهم بالتنميه وبالتعليم وبالحكومه صعب. طبعا صعب. وعشان كده لازم النجاح مش عادي. إنه ليسيس مشهور فكرته ان هو يهتم بعدد قليل من رواد الاعمال اللي هم موجودين في مصر شباب، ويساعدهم في ان هم ينجحوا في فكرتهم في سوق نيوم الخليج. واحنا بنشتغل في الاربع مجالات اللي موجودين هنا، في الاغذيه، في الاي تي، في المقاولات، في الملابس. ونتمنى ان بعد سنتين جايين هنشوف قد ايه فرصه نجاح.